والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مرة أخرى وأخيرة مع زميلة رغدة أبو الليلة. إليك رغدة. شكرا لكم ميرفت المليجي ودينا فكري. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 35-24، الإسكندرية 32-24، مطروح 30-24، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 36-23. ننتقل إلى السويس 35-23، الطقس حار، العريش 30-24، طابة 37-23، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28. بالنسبة للأقصر 43-25، أسوان 43-26، الوادي الجديد 44-29، شلاتين 38-31، أخيرا حلايب 36-27. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.